اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه التغطية. الحقيقة انه بعد الانطلاقة القوية لاحدث تطبيقات ميتا ثريدز، شهد التطبيق تراجعا كبيرا على مستوى عدد المستخدمين النشطين يوميا، وايضا الوقت الذي يقضيه المستخدمون في تصفح التطبيق. خليني اقول لحضراتكم انه كان اجمالي عدد مستخدمي ثريدز كان تجاوز 100 مليون بعد 5 أيام فقط من انطلاقه ليصبح الأسرع نموا في التاريخ. لكن أحدث البيانات بتشير إلى أن الزخم الذي اكتسبه التطبيق المنافس لتويتر قد تراجع بعد ذلك. خليني أقول لحضراتكم أنه تراجع عدد المستخدمين على هذا التطبيق بنحو 20%، وتراجع أيضا الوقت اللي بيقضيه المستخدمون على هذا التطبيق بنسبة 50%. خلينا نعرف صحة هذا التراجع، إيه أسباب هذا التراجع الكبير؟ من المهندس محمد سعيد استشاري تكنولوجيا المعلومات، برحب بحضرتك يا باشمهندس معانا على شاشة اليوم السابع. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة مشاهدي شاشة اليوم السابع. أهلا بحضرتك. يعني قبل الحديث عن سر هذا التراجع الكبير اللي بيشهده ثريدز، خليني أسأل حضرتك، هل 10 أيام كافية إن احنا نقدر نحكم على هذا التطبيق ونقول إنه حدث تراجع في التطبيق؟ لا اكيد مش هنقدر نحكم من خلال 10 ايام، وطبيعي ان دايما البدايات تختلف عن الاستمراريه. يعني التطبيق لابد نكون متفقين على ان تطبيق ثريدز استفاد جدا بسوء التفاهم اللي حصل ما بين ايلون ماسك وما بين مستخدمي منصه تويتر، فهو يعني قعد على انقاض هذا الخلاف. زائد ان هو استفاد جدا بانه بنى شعبيته الاولى على قاعده المستخدمين الكبيره اللي بتحظى بها شركه ميتا من خلال تطبيقاتها المختلفه، واهمها طبعا انستغرام، ومن خلفهم طبعا واتساب وفيسبوك. فبالتالي هو بنى شعبيته الكبيره الغير مسبوقه زي ما حضرتك قلتي في التاريخ، الحصول على هذا العدد في 5 أيام فقط، بنى ده على قاعدة المستخدمين اللي موجودة عنده مستفيدا من اللي حصل في منصة تويتر. ولكن بنتطرق تقريبا من عدد المستخدمين لتويتر، تويتر بنتكلم عن 123 مليون مستخدم، هو في 5 أيام فقط كان وصل وبلغ عدد المستخدمين لثريدز 100 مليون. كان لكن طبيعه بقى مستخدمي تويتر اللي هو الانطلاقه بتاعته كانت بتستهدف مستخدمي تويتر في الاساس، فبالتالي طبيعه مستخدمي تويتر مختلفين عن طبيعه المستخدمين اللي اقبلوا على ثريدز في اوله. يعني فطبيعه مستخدمي تويتر زي ما شفنا خلال السنوات الماضيه كان له دور فاعل في السياسه، دور فاعل في الاخبار الجاده، كنا بنشوف رؤساء جمهوريات وصانعي سياسات حول العالم ليهم تويتات او تغريدات مؤثره جدا على تويتر. لكن المستخدمين القادمين الى ثريدز جايين من انستغرام اللي هو معروف بالصور وبالفيديوهات البصري. فبالتالي طبيعه مختلفه خالص وشريحه مختلفه خالص من المستخدمين، برضو الناس اللي هي بقى عندها عدد كبير من المتابعين على تويتر، يعني بقى في حد عنده 1 مليون متابع، وصعب جدا ان هو يتخلى عن هذه القاعده الكبيره من المتابعين ويبدا يبني قاعده جديده على تطبيق جديد زي ثريدز هو مش متعود عليه، فبالتالي لم يتمكن من الحفاظ على القاعده الكبيره اللي هو بناها، وبالتالي شركه ميتا بدات تدور على اساليب اخرى من المزايا الجديده اللي اعلنت عنها غير الانطلاقه الكبيره اللي هي بدات فيها. فبدات ازاي بقى تقدر تحافظ؟ هم طبعا اكيد كانوا متاكدين ان البدايات حاجه والحفاظ على المستخدمين حاجه ثانيه، فبدا يتكلم دلوقتي على ان هو يدي فوائد ماديه لمستخدمي التغريدات اللي عليها اقبال واللي هيكون ليها تاثير تجاري من الاعلانات،
ويعني بدأ يدور على طريقة تانية ويعود لنفس المنطقة اللي هو معروف بيها واللي هو متفوق بيها زي انستغرام، الحوارات الاجتماعية والأخبار اللي هي أقل جدية شوية من طبيعة التغريدات اللي بيشتهر بيها تويتر. يمكن فعلا يعني النقطة اللي حضرتك ذكرتها، الطبيعة المختلفة لهذا التطبيق واللي تختلف بشكل كبير عن تويتر، يعني هي محل اتفاق الحقيقة من عدد كبير من المستخدمين والمستخدمين على هذا التطبيق. طب خليني أسأل حضرتك، يعني برأيك هل يمكن أن تعود حالة الفعالية اللي كانت موجودة على التطبيق في الأيام الأولى تعود مرة أخرى الفترة القادمة؟ هل يمكن الاستمرارية يعني هي أهم عامل للنجاح؟ لكن طبيعة الموجات بتقول إن هو ممكن يرجع، لكن مش بنفس القدر من الزخم اللي هو بدأ بيه، ولكن لابد يمر دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها بحالة من التصحيح. طب الويف ده عادي يا باشمهندس، ممكن دي تكون الويف العادية؟ دي الويف العادية بقى، دي الويف الطبيعية في البيزنس عموما، ان انت بتاخد انطلاقة كبيرة ثم تاخد حالة هدوء وتراجع ثم تعود مرة تانية للصعود، ولكن مش بنفس المعدل الكبير اللي انت بدأت بيه. ده المعدل الطبيعي في اي بيزنس، واظن متخذ القرار في ميتا وثريدز عارفين ده كويس جدا، وبيعدوا في فترة التراجع الحالية دي للانطلاقه الجديده بشكل جديد وبمعدل اهدأ واكثر ثباتا واستقرارا. صحيح صحيح. طيب خليني اسال حضرتك سؤال، يعني حضرتك بتتفاعل على مين اكتر، تويتر ولا ثريدز؟ الحقيقه ما زال حتى الان على تويتر اكتر، يعني انا من كل الناس اللي عملت اكونت اول لحظه على ثريدز، لكن حتى الان تويتر هو اللي ما زال اكثر جذبا. بالتأكيد، وزي ما حضرتك قلت يعني عدد كبير من السياسيين يعني بيتفاعلوا على تويتر. بالتأكيد بالتأكيد حضرتك، يعني بنتابع معاك كل التفاصيل على مدار الأيام القادمة، لسه هنتابع إيه اللي هيحصل في ثريدز، إيه اللي هيحصل الفترة القادمة. الباشمهندس محمد ثروت، محمد سعيد عفوا، مهندس محمد سعيد استشاري تكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا لك. يعني دي أبرز التفاصيل الخاصة بتراجع عدد المستخدمين على ثريدز، وتراجع كمان عدد الساعات اللي بيقضيها المستخدمون على ثريدز. زي ما قلت لحضراتكم وزي ما قال الحقيقة الباشمهندس محمد، الانطلاقة كانت قوية جدا، وطبعا استغلت المشكلة القائمة بين تويتر وميتا، وطبعا كلنا عارفين التفاصيل إيه اللي هيحصل على مدار الأيام القادمة، ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء. We'll be right back.